السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: نجحنا في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك المركزي اليمني. عدن تحتفي بعيد سبتمبر، ورئيس الوزراء يؤكد أن الجمهورية متجذرة في قلوب الشعب. تواصل الفعاليات الاحتفائية بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر. تفاصيل الأنباء أستهلها باسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي نجاح الحكومة الشرعية في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك المركزي اليمني الذي نقل قبل عام إلى عدن، وفي مقدمتها حساب الحكومة في البنك المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي. وأشار رئيس الجمهورية في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى اكتمال سلطات الدولة الثلاث، وبأن انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد الحكومة لتقديم تنازلات سبق أن قدمت حتى قبل الحرب في إطار المرجعيات. وقال رئيس الجمهورية بأن ميليشيا الانقلاب ما تزال تسيطر على أكثر من 70% من موارد الدولة، بالإضافة إلى الإتاوات والنهب التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، وكل هذه الأموال تذهب لتغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب. وفيما يخص نتائج تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن، أكد رئيس الجمهورية بأن ميليشيا الانقلاب رفضت التعامل مع المبعوث الدولي، بل حاولوا تصفيته جسديا، وحتى اليوم يرفض الحوثي أن يتفاعل مع أي مبادرة من المبادرات. وولد الشيخ من منطلق أن مبادرة الحديدة ستطالبه برفض البنك المركزي بموارد الدولة التي يسرقونها، معبرا عن أمله أن يستجيب الانقلابيون إلى صوت العقل وإرادة الشعب التواق لعودة الأمن والاستقرار. وقال: لا طريق أمامهم إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاث وفي المقدمة القرار الدولي 22/16. احتفلت العاصمة المؤقتة عدن اليوم بالعيد الوطني 55 لثورة 26 من سبتمبر والعيد 54 لثورة 14 من أكتوبر، الثورتان المجيدتان التي انتصرت فيهما إرادة شعب بعد عهود طويلة من التخلف والعنصرية والظلم والجهل والمرض. وأكد رئيس الوزراء بأنه على الرغم من أن أعداء الثورة تمكنوا من السيطرة على عاصمة اليمن التاريخية صنعاء وسفكوا الدماء ودمروا الوطن، إلا أن الثورة لا زالت شامخة والجمهورية صامدة على الأرض وفي قلوب الناس الذين أوقدوا شعلتها، تعبيرا عن انتمائهم للجمهورية ورفضهم للتخلف والإمامة وخرافات التمييز والعنصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن احتفال الحكومة في تعز رسالة تؤكد تصميمنا على هزيمة الانقلاب ودحر أئمة العصر وحلفائهم الذين استمرأوا العبودية والعار والعيش الذليل في كنفهم. وأوضح رئيس الوزراء بأن انقلاب الميليشيا على الشرعية الدولية وعلى شرعية الدولة لم يتمكن من إسقاط الجمهورية كما أراد الانقلابيون، لأن الشعب اليمني يرفض العودة إلى الماضي العنصري والسلالي البغيض. إلى ذلك حيا رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر تضحيات الشهداء الأبرار شهداء الجمهورية والوحدة والحرية، وجدد العهد بالاهتمام بأسرهم ورعاية أبنائهم،
كما ثمن بسالة الجرحى الذين تقدموا الصفوف فنالهم ما نالهم من آلام في سبيل الوطن، وقال: لا تقلقوا فإن علاج من أصيب منكم مقعد أو غير مقعد هي مسؤوليتنا في الحكومة. وأشاد بجهود المرابطين على خطوط النار الذائدين عن حياض الوطن، وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة سوف تواصل جهودها في مواجهة الإرهاب، وستعمل بكل طاقتها على توحيد القرار السياسي والعسكري، وستبدأ خلال الأيام القادمة بدمج الوحدات العسكرية التي نشأت في ظروف معينة في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد وهو لون اليمن الكبير. وقال إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطرا على أمننا، وعلينا أن نوقف هذا الخطر. وقال رئيس الوزراء: ستبقى قضيتنا المرحة في العاصمة المؤقتة عدن وفي سائر المحافظات المحررة هي في استعادة الأمن الدائم والاستقرار الذي لا يعكر صفوه أحد. أقامت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية مساء أمس حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة العيد 55 لثورة 26 من سبتمبر. وفي الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلس النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادة أبناء الجالية اليمنية في المملكة، ألقى المستشار الإعلامي بالسفارة عارف أبو حاتم كلمة بالنيابة عن السفير، أكد فيها على صمود ثورة 26 من سبتمبر وخلود أهدافها ومبادئها السامية، وقال إن ثورة 26 من سبتمبر هي من أكثر الثورات في التاريخ الإنساني جرأة، لأنها لم تستهدف إسقاط نظام سياسي فقط، بل إسقاط نظام يعتقد بأنه يستمد شرعيته من الله. من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى عثمان مجلي على صمود المقاومة حتى الانتصار لكل أهداف سبتمبر وأكتوبر وعودة الشرعية إلى عاصمة اليمن الموحد. تأسيس الجيش الوطني وله بصمات جرة المعروفة، من حفظت صوته آذان المقاومين الأستاذ جميل عز الدين، ومن خلاله لكل إعلامي الناس الآن مع ما حصل من الإماميين الكهنوتيين ومن العفاشين أيضا، عرفوا الناس أيضا ما هو سبتمبر، ما هو أكتوبر، أيضا ما هو الحادي عشر من فبراير. عرفوا أيضا المقاومة الآن، لماذا نقاوم الآن؟ فأقول في أشياء كثيرة جدا. عندما نحتفل بثورة سبتمبر فلأنها الأم، لكن لا ننسى أنه تولد من رحم هذه الثورة ثورة أخرى هي 14 أكتوبر، وإذا فالاحتفال هي بالمناسبتين. أنا أقول أن هذا اليوم يوم 26 سبتمبر كان يوم من أيام الله، لأنه أخرج اليمنيين جميعا من الظلمات إلى النور. فثورة سبتمبر هي ثورة ليست رمزية فقط، بل هي كانت محرك ودينامو لكل الثورات اليمنية. هذه الثورة من رحمها انطلقت أكتوبر وسبتمبر، وجاءت ثورة فبراير استمرارا وامتدادا لها. ذلك كان هناك حرص من سعادة السفير على ضرورة إقامة فعاليات 26 سبتمبر وإحياء أهدافها ومبادئها. تزامنا مع الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، أقيم صباح اليوم في معسكر قوات الأمن الخاصة بفرع مأرب حفلا تكريميا وعرضا عسكريا للدفعة المتخرجة من مختلف التخصصات. نتابع. الآن تمر أمام المنصة وحدة مكافحة الإرهاب وكلها عزم وإباء. نحو الأمن والاستقرار تسير مأرب بخطى واثقة متكئة على أجهزة أمنية حفظت للدولة هيبتها. ففي معسكر قوات الأمن الخاصة أقيم اليوم عرض عسكري للدفعة المتخرجة، وهي الدفعة السادسة التي أطلق عليها الدفعة السبتمبرية والتي تضم تخصصات عديدة. وكونوا ثورة دولها التاريخ بدماءهم، وأرسلوا أشعة الشمس وأشعة الحرية إلى الشعب المظلوم وعيش ظلم الإمامية. وفي العرض العسكري أبدى الخريجون مهارات قتالية ومعنويات عالية، كان ذلك بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادات أمنية وعسكرية من وزارتي الداخلية والدفاع.
جذب الاستثمارات وتوفير أجواء آمنة لها يتحقق بوجود أمن قوي. تلك رؤية استراتيجية لمحافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، إذ يقول في كلمته بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال أمن حازم وقضاء عادل. وكما يتم دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة بما يمكنها من تطوير أدائها، فإنه يتم دعم السلطة القضائية لتطوير أدائها، لأنه لا بد أن يرافق الأمن العدل بتناسق وتناغم وتكامل وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وأن يكون الأمن أداة ضبطية للقضاء لتطبيق سيادة القانون. وفي كلمة العميد عبد الغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة، استعرض الكثير من إنجازات القوات الأمنية في مأرب. وقد قامت الأجهزة الأمنية بضبط المخربين وقطاع الطرق وعصابات السرق والنهب ومروجي المخدرات وأصحاب السوق السوداء وخلايا الإرهاب والمتورطين في زرع العبوات وغيرها من العناصر التخريبية. ختم الحفل بتكريم الأوائل من بين السرايا المتخرجة، إضافة إلى تكريم المدربين القائمين على الدورة. في مدينة مأرب يشعر الناس بالأمن والاستقرار، وذلك بفضل الجهود الأمنية المبذولة الكبيرة ابتداء من ميادين التدريب وانتهاء بتنفيذ المهام، وهذا ما جعل المدينة السبائية ملاذا آمنا لكل الباحثين عن الحرية. من معسكر قوات الأمن الخاصة فرع مأرب، عبد الإله البوري، سهيل. أقام المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء حفلا فنيا وخطابيا احتفاء بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بمشاركة واسعة من أعضاء السلطة المحلية وجمع من المواطنين. نتابع في سياق التقرير التالي. في ظل احتفالات بلادنا بالذكرى 55 بعيد 26 من سبتمبر المجيدة، أقيمت العديد من الفعاليات السياسية والعسكرية والشعبية بمحافظتي إب والضالع. هنا في معسكر القوات الخاصة. نعتذر عن هذا الخلل. تتواصل الفعاليات الرسمية والشعبية في مناطق مختلفة من محافظة الضالع احتفاء بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، وفاء وتقديرا لهذا اليوم التاريخي المجيد، فيما يواصل الجيش بعقد مناورات في ذكرى المناسبة. نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل فوزي المريسي. في ظل احتفالات بلادنا بالذكرى 55 بعيد 26 من سبتمبر المجيدة، أقيمت العديد من الفعاليات السياسية والعسكرية والشعبية بمحافظتي إب والضالع. هنا في معسكر القوات الخاصة بمحافظة إب والذي يعسكر حاليا في مديرية قعطبة، أقيمت مناورة عسكرية أظهرت مهارات المقاتلين واستفادتهم من دورات التدريب التي تلقوها في المعسكر خلال الفترة الماضية. المناورة أقيمت بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالذكرى السنوية لثورة 26 من سبتمبر، وأكد المشاركين فيها أنها أولى خطواتهم نحو تحرير واستعادة محافظة إب من قبضة الميليشيات الإنقلابية. تبعت القوات الخاصة تدريب معسكر العلالة بقيادة العميد الركن عبد أحمد الحالمي، وإن شاء الله سوف نحرر من هذا المكان، سوف تكون انطلاقاتنا.
تبقى مثل هذه التدريبات العسكرية ضرورة ملحة لبناء جيش وطني وأمن يتمتع أفراده بخبرات قتالية عالية ومهارات عسكرية تصنع الانتصار بأقل وقت وتكلفة. يعني بين احتلال الموقع وتحرير الساعة وعدنا إلى قواتنا بعون الله وقوته وفضل هؤلاء الرجال. أخذ كانح قاعد نشكر الأخوان الذي قاموا بتحرير الموقع وأداء الدور على أكمل وجه، ونشكرهم لما بذلوا من جهود، وهذه تعتبر يعني نقطة انطلاقة لتحرير محافظة إب إن شاء الله. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع. وإلى صنعاء، حيث أقام المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء حفلا فنيا وخطابيا احتفاء بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بمشاركة واسعة من أعضاء السلطة المحلية وجمع من المواطنين. نتابع. تبدو بهية أفراح محافظة صنعاء كما هي بطولاتها وتضحياتها، فها هي المحافظة تعيش ذكرى الثورة في حفل فني وخطابي في مدينة مأرب رعته السلطة المحلية والمجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء، وحضره عدد من أعضاء السلطة المحلية في المحافظة وممثلين عن الحكومة وعدد من القيادات المدنية والعسكرية وحشد من المواطنين. أنتهز هذه الفرصة في تقديم أسمعيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الرب عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الرك علي محسن الأحمر ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغ والكل أحرار الشعب اليمني في هذه المناسبة الغالية. وقد أكدت الكلمات التي ألقيت في الحفل أن الاحتفاء الواسع الذي تشهده ذكرى ثورة سبتمبر هذا العام ما هو إلا دليل على الرفض الشعبي الواسع لعودة الإمامة وحكم السلالة بأي شكل من الأشكال، وأشادت بالأدوار البطولية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال داعية إلى إحياء قيم وأهداف الثورة المجيدة في نفوس الأجيال الجديدة من أبناء اليمن. لا شك أن هذا الألم والزخم الذي حظيت به الذكرى الخامسة الثورة أوضح رسالة شعبية لأعداء الجمهورية وميليشيات السلاليين بأنه لا إمامة ولا استعباد بعد 26 سبتمبر مهما كانت التضحيات. وقد شهد الحفل حضورا كبيرا للمرأة ومشاركة نسائية بقصيدة شعرية أشادت بالثورة وحثت على استمرار النضال ضد قوى الكهنوت. خلل الحفل العديد من الفقرات الثقافية والفنية تنوعت بين الإنشادي والمسرحي، وألقيت قصائد شعرية أشادت بثورة سبتمبر ودورها في إنقاذ الشعب اليمني من ظلمات الحكم الإمامي الكهنوتي البائد. كما أن أبناء محافظة صنعاء في الخطوط الأولى من جبهات القتال للدفاع عن الجمهورية، ها هم يعيشون أفراح الثورة في ذكرها 55 بمهرجان خطابي فني يحمل بشرى النصر ويبشر بغد خال من الميليشيات. محمد القليصي، لقناة سهيل، مأرب. احتفلت مديريات وعزل وقرى بمحافظة الضالع جنوب البلاد بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. تأتي الاحتفالات في ظل معارك ضاربة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع الميليشيا الانقلابية في جبهتين بمريس وحماك. لا يتوقف الابتهاج بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة على المدنيين فحسب، بل تتنوع الفعاليات من مكان إلى آخر، فأبطال الجيش الوطني يحتفون بهذه المناسبة في مواصلتهم المستميتة في استعادة الوطن المنهوب من الإماميين الجدد. نتابع في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل صالح بن مبخوت.
عاد أيلولك الصباح جديدا، سحقت في طريقه الظلماء، سحقت في طريقه الظلماء. لا شيء يمنعهم من التعبير عن فرحتهم بذكرى عيد سبتمبر المجيد. ربما لا يختلف المشهد كثيرا هنا عن بقية الأماكن التي يحتفل بها اليمنيين بهذه المناسبة الوطنية، فقوات الجيش الوطني تحتفل بهذه المناسبة التي خرجوا من أجل الحفاظ عليها ومكاسبها في الصفوف الأمامية. وهذا هو حفلنا في هذه المسارس، ولن نخضع للإنقلابيين الرجعيين الإماميين الذين يحاولون يردونا إلى العصر الحجري. حينما سلك الإماميون الجدد طريقة أجدادهم في تهجير وتشريد أبناء الشعب، لم يكن أمام أحفاد الثوار سوى خوض بحار النضال الممتلئة بأمواج المخاطر المتلاطمة، لا لشيء سوى النجاة بسفينة الوطن من الغرق في بحيرة الكهنوت. نحن هنا في مواضع الشرف والبطولة نستكمل ثورة 26 سبتمبر الذي قام بها أبانا وأجدادنا، ونواصل المشوار بعد الإنقلابيين الذي انقلبوا على الثورة وعلى 26 سبتمبر. إنها الأحلام الإمامية المقيتة التي زعمت بعن جهيتها أنها ستؤول للحقيقة، لكنها سرعان ما تبخرت أمام سخونة وصلابة الجيش الوطني، بل عجز ظلامها الدامس أن يعود أمام أنوار شمس الحرية التي أضاءت ما بين الآفاق. فلن نحيل عنها أو نميل، ولن نرضى بغيرها، وشرعيتنا ستواصل تحرير 26 سبتمبر من قبضة الإماميين. للإنقلاب إذن ينبغي له أن يدرك حرية أبناء الوطن، ولا الظلم سابق العدل والمساواة، وكل في طريق الصراع يسبحون. خرج اليمنيون في العام 62 لاقتلاع الحكم الإمامي الكهنوتي الجائر، وها هم أحفاد الزبير والنعمان يواصلون المشوار لاستكمال الثورة التي خرج من أجلها آبائهم وأجدادهم. من هنا من جبهة سداح، صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف. وإلى تعز، حيث عقدت اللجنة الأمنية اليوم الأربعاء بمحافظة تعز اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري لمناقشة مجمل الأوضاع والتطورات الأمنية والميدانية والعسكرية في المدينة. وخلص الاجتماع الموسع لرفض أي أعمال أو تشكيلات خارج نطاق مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، والوقوف ضد أي أعمال تستخدم لتقويض الأمن والاستقرار، كما وعد بحل نهائي لموضوع المرتبات في قطاع موظفي الدولة. منذ وصول الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري إلى مدينة تعز وهو في حركة نشطة على الصعيد السياسي والأمني والزيارات الميدانية وتفقد أحوال المواطنين في الشوارع والأسواق والمحال التجارية. الحكومة الشرعية بوفدها الرفيع إلى مدينة تعز، واللقاءات النشطة والكثيرة مع كل المؤسسات الحكومية والمدنية. فقد كانت الزيارات اليوم إلى جامعة تعز واللقاء برئاسة الجامعة والاطلاع على ما لحق بها من دمار، وزيارة الطلاب إلى القاعات المختلفة. أتمنى أنه بعد الزيارة هذه تنفرق الأمور، والأخوة في الحكومة يقدموا ما ما يلزم تقديمه لمساعدة الجامعة. الزيارة شملت الأسواق والمحلات التجارية كرد عملي على من يدعي ويزعم أن مدينة تعز غير آمنة. صامدين صابرين إن شاء الله منتصرين. احسن ما عندك انا سعيد. ها مرحبا كبير، شوف احسن عبد، هذا احسن عبد. كم هذا؟ 1800. كما زار الموظفين إلى فرع مصرف الكوريني وهم يستلمون الرواتب، والتقى بالقيادة العسكرية ومكتب الصحة وقيادات الأحزاب السياسية، ولم ينس الشهداء من الزيارة إلى مقبرتهم بمنطقة عصيفرة. تعز حية، تعز موجودة في كل مكان، تعز قلب اليمن النابض، تعز لا يمكن أن تقبل الضيم ولا يمكن أن تقبل الذل والهوان.
لفتة جميلة من الحكومة الشرعية بوصولها إلى مدينة تعز ومشاركة الناس أفراح أعياد 26 سبتمبر والاستماع إلى كل فئات المجتمع عن قرب وتلمس الهموم والمشاكل، وهذا ما يطالب به أبناء تعز منذ سنوات، فهم كما يقولون لا يمكن أن يعيشوا إلا في ظل حكومة شرعية ونظام وقانون، ويدفعون قيمة هذه القناعة الثمن الأغلى بالممتلكات والدماء والأرواح. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. زيارة وفد الحكومة اليابانية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري إلى مدينة تعز للمشاركة في احتفالات الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة أعطت انطباعات جيدة لدى المواطنين. نتابع في سياق الاستطلاع التالي الذي أعده الزميل فؤاد المسلمي. زيارة رئيس نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وإخوانه ووزير الإدارة المحلية إلى محافظة تعز، هذه تعطي انطباع بوجود الشرعية جنبا إلى جنب في إطار المقاومة والجيش الوطني، وهذا يعطي انطباع لدى أبناء محافظة تعز للوقوف صفا واحدا، ورسالة إلى دعوة إلى توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا مع الشرعية لتحرير ما تبقى من محافظة تعز. أثر إيجابي أكيد، وذلك لأن أول شيء دعم لنا لنحن أصحاب تعز بالثبات والنصر والتوحد بكلمتنا وتكون كلمة واحدة. أعمل رسائل للشرعية تظل كلمتهم كلمة واحدة، متوحدين بآرائهم وكمان بقاداتهم يكونوا كلمتهم كلمة واحدة وتمسكهم يدا بيد. أكيد كمواطن يمني يبحث عن أدق شعوره بالوطنية وبوجود شرعية متواجدة في المنطقة والرقعة التي يعيش فيها. أنا سعيدة جدا بأننا خلال هذه الفترة، خلال الذكرى 55 من ثورة 26 سبتمبر، ألبح نوع من الاختلافات والتغيرات والأثر الملموس من قبل هذه الشرعية. نتمنى فعلا أن تستمر على هذا المنوال وتشعر مواطنيها بأنها تقف معهم حتى النهاية، وأننا جميعا تعزيين وكأبناء يمن بشكل عام وحكومة وقادة وأبناء، كلنا جميعا على أهداف ثورة 26 سبتمبر حتى النهاية. حضور الوزراء والجانب الحكومي إلى محافظة تعز، هذه المحافظة التي تنشد الدولة المدنية الحديثة، هو ما ينتظره أبناء هذه المحافظة وأبناء اليمن بأكمله. نتمنى من هذا الحضور أن يكون له تبعاته الإيجابية والتي ينتظر الشارع اليمني والشارع التعزي بالخاص هذه الجوانب. أنا بذاتي عندما شاهدت أن هناك حكومة، أن هناك دولة، أن هناك من الشرطة العسكرية حاضرون في المناطق في المؤسسات، شعرت بالإطمئنان. كذلك الشارع التعزي يشعر بالإطمئنان عندما يرى دولته موجودة في مناطق تعز، لكن نتمنى أن يكون تطبيقا وليس مجرد إعلام وحضور صوري. نأمل منه أن يضع يديه على أوجاع تعز وعلى معاناة تعز وعلى الثقة التي منحوها أبناء تعز لهؤلاء، للشرعية، للدولة، لهؤلاء الوزراء. استبشرت تعز خيرا بزيارة معالي نائب رئيس الوزراء المناضل عبد العزيز جباري، هذا الرجل الجريء والشجيع والشجاع والمقدام الذي زار تعز وتفقد أحوالها وشارك بالحفل بالعرض العسكري والحفل والحشد الشعبي الكرنفالي الكبير الذي أقيم في شارع جمال بمدينة تعز بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وهذه الصورة الرائعة التي تجسدت باللحمة القوية ما بين القيادة السياسية ممثلة بالمعالي نائب رئيس الوزراء وما بين وحدات من الجيش والأمن التي قدمت عروض رائعة، وما بين الحشد الجماهيري الكبير الذي شارك فيه مختلف مديرية المحافظة بجموع متدفقة وهادرة من الثائرين، أكد بأن تعز
ساحة ثورية ومجتمع ثائر، وهي حاملة للمشروع السبتمبري، حاملة لأهداف ثورة 11 من فبراير. هي ماضية رغم الآلام ورغم المعاناة ورغم الحصار ورغم القصف ورغم الحرب، إلا أن تعز سائرة في مشروع بناء الدولة الاتحادية، دولة النظام والقانون، دولة يسود فيها العدل لا يتسيد فيها أشخاص. هذا المسار الذي حملت على عاتقها تعز مسؤولية السير في طريقه، هي اليوم تجسد عمليا نموذج في الأداء المقاوم، ونموذج في الأداء المتماسك، ونموذج في المجتمع المتلاحم، ونموذج في الصبر والتضحية من أجل المبادئ والمثل العليا. هذا وشهدت مدينة تعز اليوم عدة فعاليات تنوعت بين فعاليات مطلبية واحتفالية. المزيد في التقرير التالي. بعد طول انتظار بدأ موظف تعز استلام أول دفعة من مرتباتهم المتوقفة منذ عام. فهنا يصطف موظف محافظة تعز في طوابير طويلة أمام مصرف الكريمي لاستلام مرتباتهم. الموظفون ورغم الفرحة بعودة الحقوق إلى أصحابها، إلا أنهم شددوا على ضرورة استمرار الحكومة في صرف المرتبات كخطوة أساسية لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة بما فيها مؤسسة التربية والتعليم، وذلك حتى يتمكن الموظفون من القيام بواجباتهم تجاه المحافظة والوطن بشكل عام. وفي سياق ذي صلة بالمرتبات، نظم دكاترة وموظفو هيئة مستشفى الثورة العام في تعز اليوم وقفة للاحتجاج على عدم شمولهم بالمرتبات التي تصرف اليوم في المدينة، مطالبين بصرف مرتباتهم وميزانية المستشفى حتى تتمكن من الاستمرار في تأدية خدماتها للمواطنين في هذا الظرف الحرج. هذه وقفة احتجاجية للكادر الفني والإداري والعاملين بهيئة مستشفى الثورة في تعز، احتجاجا على عدم صرف الرواتب وأيضا عرقلة الميزانية الخاصة بالهيئة لأكثر من عام ونصف والهيئة بدون ميزانية. المستشفى قدم كل خدماته للجرحى والمرضى لأبناء تعز في الحرب، المؤسسة الوحيدة التي لم تغلق وصمدت أمام آلة القصف وأمام كل ما جرى للمستشفى هي هيئة مستشفى الثورة، ومع هذا يهمش كادر يعمل في ظل قصف وقنص متواصل ليل نهار على هذا المستشفى، ويتم تهميشه وتهميش الكادر الطبي فيه. لا راتب، لا مستحقات، لا ميزانية. إلى متى سيستمر هذا الإقصاء وهذه المهزلة في هيئة مستشفى الثورة العام؟ وفي موضوع آخر ذي صلة بالاحتفالات التي تشهدها مدينة تعز بالعيد 55 لثورة 26 من سبتمبر، دشنت اليوم أكبر لوحة شرف ضمت صور وأسماء ومكان استشهاد 3200 شخص من شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الجمهورية والدولة والسلطة الشرعية في تعز. اللوحة نصبت في أبرز مكان بشارع جمال بحيث يسهل وصول الزوار إليها، ومن أجل أن تظل هذه الكوكبة حاضرة في ذاكرة وعجدان اليمنيين وملهمة للأجيال بنضالها ضد الانقلاب والكهنوت الإمامي. تمكنت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إحراق أطقم عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب في منطقة نهم شرق صنعاء، ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقطع فيديو يوثق لحظات استهداف مدفعية الجيش الوطني لأحد الأطقم التابعة لميليشيا الانقلاب في منطقة ضبوعة بمديرية نهم البوابة الشرقية لصنعاء، وتفجيره واحتراقه بصورة كاملة. إلى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الانقلاب إلى مواقع القتل بمنطقة نهم، وكبدت الميليشيا 7 من القتلى. قتل عدد من عناصر ميليشيا الانقلاب وأصيب آخرون بعد استهداف أطقم تابعة لهم بمنطقة كرش وسط محافظة البيضاء. وقال مصدر محلي بأن الحادثة أسفرت عن مصرع 4 من ميليشيا الانقلاب وجرح 3 آخرين كانوا على متن طقم عسكري في طريقهم إلى ثكنة يتمركز فيها الحوثيون وقوة الرئيس المخلوق. إلى ذلك تمكنت قيادات عسكرية ووجهات اجتماعية بمحافظة الضالع جنوب البلاد من إنهاء ثأر قبلي وقيام صلح بين أسرة بيت الجلال وبني الحضرمية، قتل على إثره شخصين.
وقال مراسل سهيل بأن حفل الصلح رعاه قائد اللواء 83 مدفعية العميد عبد الله مزاحم، وقائد لواء الاستقبال العميد فضل عبد الرب، وقيادات في المقاومة الشعبية إلى جانب مدير شرطة مريس الرائد أحمد المنصوب. أكدت مصادر محلية بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة بأن عناصر تابعة لميليشيا الانقلاب تحصر منزل شيخ قبلي مطالبين بدفع مبلغ مالي كبير، ما لم فسوف يتم تفجير منزله. وقالت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي عبد الرزاق ومعه مجموعة من ميليشيا الانقلاب تحاصر منزل محمد أحمد الكبيني بقرية الكبينة الواقعة جنوب غرب المنصورية منذ ساعات الفجر، مطالبين بدفع مبلغ 600 ألف ريال سعودي ومهلة لا تتجاوز 72 ساعة فقط قبل تفجير منزله. شنت مقاتلة التحالف العربي مساء أمس الأربعاء غارة جوية بالقرب من جولة الأقرع في شارع 50 بمدينة الحديدة غرب البلاد. ونقل شهود عيان بأن الغارة استهدفت مواقع متحركة تابعة لميليشيا الانقلاب، فيما كانت غارة أخرى قد استهدفت بمديرية الضحي تحركات لآليات تابعة للحوثيين في المنطقة الواقعة شمال المدينة. أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر بأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تضمن الكثير من المغالطات واتسم بالانحياز الكبير والتركيز على فترة بعينها. وقال عسكر إن التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب على السلطة، وبأن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة. وأشار عسكر إلى أن التقرير يصف الأمر وكأنه نزاع على السلطة بين تيارين، كما يصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة. وطلب الوزير عسكر مجلس حقوق الإنسان بدعم جهود وقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الانقلاب بحق المدنيين في اليمن، وقال إن ما يهم الآن هو التأكيد على أهمية إنهاء الحرب وتحقيق السلام من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وعودة الاستقرار إلى اليمن في القريب العاجل، وتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإخراج اليمن من دائرة الصراعات والاتجاه نحو بناء سلطة الدولة المدنية الاتحادية الحديثة التي ستهتم بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة. أقيم بمدينة عدن العاصمة المؤقتة المهرجان الأول للتراث، والذي اشتمل على عروض ثقافية وتراثية جسدت تقاليد الإنسان اليمني الأصيل. نتابع في سياق التقرير التالي. مع بدء تطبيع الحياة وخلاص المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بدأ زخم الأنشطة المختلفة يقام في عدن. فهذا مهرجان عدن الأول للتراث، والذي أقيم يوم أمس برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف البكري. احتوى المهرجان على عرض للفنون والأزياء الشعبية المختلفة. فهنا الركن التعزي الذي قدم عرضا للأزياء الشعبية وبعض الأواني الفخارية التي تتميز بها المحافظة. احنا اليوم في مدينة عدن مشاركين في مهرجان الشعوب والتراث لنبرز التراث التعزي بالتحديد. طبعا المعروف انه محافظة تعز هي المعروفة بالثقافة، عاصمة الثقافة، فنحن اليوم ان شاء الله نبرز عاداتها وتقاليدها القديمة والتراث القديم. لحج عدن وتعز، كل محافظة قدمت ما تتميز به من تراث ثقافي ابتداء من الفن المعماري والرقصات الشعبية والزي الشعبي حتى المأكولات التي تختلف بها كل منطقة عن الأخرى. طبعا احنا شاركنا في مهرجان الشعوب والتراث في محافظة عدن، ولنا عدة أنشطة في هذا المهرجان، ويعتبر مشاركة مبادرة شبابية.
الصومال الشقيق، قدم فريقه المشارك في المهرجان العديد من الرقصات الشعبية في صورة تعكس واقع عدن في تنوعها الثقافي ومدى تعايش الناس فيها، تعايش عرفت به عدن منذ القدم. شارك القالية الصومالية بعدن بفعاليات عدة في إطار هذا المهرجان، من ضمنها جانب الموروث الشعبي، العادات والتقاليد، الملابس، الرقص الشعبي. شارك أبناء القالية فعالية كبيرة مساهمة منهم في إحياء الحركة السياحية وتنشيطها وإعادة عدن وإنهاضها من جديد. كملت المباراة ومش جوه العادة. وشهد المهرجان العديد من العروض المسرحية الهادفة والأغاني الشعبية لكل محافظة مشاركة، عكست جميعها التنوع الثقافي لدى الإنسان اليمني الأصيل. بمبادرة شبابية في مديرية البريقة بتمويل من مؤسسة طوبة الخيرية تحت شعار طريق السلامة، والتي تهدف إلى إزالة المطبات وردم الحفر والقيام بأعمال ترميم للطريق التي تربط مناطق مديرية البريقة غرب عدن. المزيد في سياق التقرير التالي. ضمن المبادرات الطوعية للشباب في خدمة المجتمع، قام فريق شباب الخير بتنفيذ مبادرة أسموها طريق السلامة، واستهدفت في مرحلتها الأولى التي شملت صيانة وترميم الأضرار في الطريق الإسفلتي الرابط بين مناطق صلاح الدين وفقم وعمران في مديرية البريقة بطول 10 كيلومتر. المبادرة برعاية وإشراف مؤسسة الطوبة التنموية. طبعا عمل عظيم وجبار يقوم به الشباب وتدعمه المؤسسة، مؤسسة الطوبة التنموية، لإعادة تأهيل وترميم 12 كيلو من أسفلت يؤدي من صلاح الدين إلى فقم إلى عمران. هذه المبادرة الطيبة هي رسالة واضحة للمشاركة المجتمعية مع السلطة المحلية. صراحة مشروع مهم جدا قام به طبعا شباب من خيرة الشباب في هذه المنطقة، لكن نقول لهم جزاكم الله خير عن كل من سيمر في هذه الطريق من كل هذه الاتجاهات الثلاثة. ويعمل الشباب المتطوعون ضمن مبادرة طريق السلامة على إزالة للطبقة التالفة وتنظيف الحفر والمطبات والعمل على ردمها وبص الطبقة الإسفلتية عليها، وبدأ العمل منتصف الشهر الحالي، والشباب هنا قطعوا شوطا في عملية الترميم وإصلاح الطريق. نحن اليوم ندشر ختام مشروع طريق السلامة الذي بدأ قبل تقريبا أسبوعين، والذي يقوم أو يستهدف الطريق الرابط بين قرية فقم عمران صلاح الدين بإصلاح هذه الأضرار، وقد مرر للطريق هذا المشروع بثلاث أو أربع مراحل. طبعا مشروع طريق السلامة برعاية مؤسسة طوبة التنموية وعلى نفقة فاعل خير. المسافرون أبدوا ارتياحا إزاء هذه المبادرة الشبابية والتي ساهمت في ردع العشرات من الحفر وإزالة المطبات العشوائية، فالطريق طالتها تشققات إثر الملوحة ومياه المجاري وحفريات المشاريع الإنشائية لخدمات الماء والكهرباء. فهذه المشاريع تفيد بإصلاح الطريق لتوفير الوقت ويعني تقوم بعدم السيارات، الحفاظ على السيارات، وكثير من فوائد لها. الطرقات في عدن طالها الإهمال في الآونة الأخيرة جراء غياب الترميم، لكن جهودا بذلتها وزارة الأشغال العامة في ترميم بعض الطرقات في مديرية خور مكسر والتواهي والمعلى، ويأمل أهالي مديرية البريقة الإسراع في ترميم طرقات المديرية والتي تربطها بالشريط الساحلي الغربي للبلاد. التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ضابط تنسيق الأمن الميداني لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، وقال اللواء صالح قائد الزنداني بأن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تعمل وفق ترتيبات حثيثة في استكمال وإعداد جاهزية قوات حفظ السلاح لاستئناف مساهمتها في حفظ السلام والأمن الدولي. كما أشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة بمستوى الدوري الأممي والإنساني للأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في البلاد وفرقها الميدانية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني كبير. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية: نجحنا في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك المركزي اليمني. عام
عدن تحتفي بعيد سبتمبر، ورئيس الوزراء يؤكد أن الجمهورية متجذرة في قلوب الشعب. تواصل الفعاليات الاحتفائية بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيد. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله. We'll be right back.